الجماهير الهلالية سعيدة بالنتيجة المسجلة. شباكها لم تستقبل أي هدف، الهلال يحافظ على الشباك نظيفة. الله على هذا المنظر وعلى هذه هنا في نفس التوقيت ويرفعون أيديهم ثقة بهذا الهلال وإيمانا بقدرات زعيمهم، لكن بالمقابل جماهير النادي الأهلي التي بكل تأكيد يعني وإذا سئلت عن الهلال فقل لهم هو فرحة الأيام للأجيال، قلب بطرفك في السماء وحسنها، هل زانت الدنيا بغير هلال؟ هذه كرة الهدف، هذه كرة الهدف ومش ممكن، والهدف 1-0 الشلهوب، 1-0 الموهوب، 1-0 للزعيم الأزرق. قلت لك هذه كرة الهدف لأنه واضحة يا ماميتش، لأنه واضحة يا زوران. شوفيكو خطيرة، باش ياخذ جول، إدواردو جول، إدواردو جول، كارلوس 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 الدابة السوداء لنادي الدحيل ليسجل فيهم رابع أهدافه. الثاني ما ممكن، والثاني، الثاني ما ممكن، والثاني، الثاني ما ممكن، الحكم يؤكد الهدف، الهدف الثاني. شدوا فرصة وجوميز، جوميز، جوميز، عالمي يا جوميز، عالمي يا جوميز، عالمي يا جوميز، يا مخوف اسم الكبار يا جوميز. الهدف الهدف الثالث، قدم المباراة الآن. ركنية للفريق الإيراني، رأسية، الهدف الأول، الهدف الأول هنا علي كريم. استاد أزادي جوميز، جات لك بقى، جات لك يا راجل، سجلنا، يسجل جوميز أمامنا هنا، هدف تقليص النتيجة. الهلال هنا، هدف هنا أمامنا، وإذا الله، يا للبداية ويا للهلال، وتسديد الله، الله 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 جمال. وادي امامنا فرصة، لما حلوة قوي، وادي العربي، وادي الهدف الاول، الهدف الاول، محاولة تسديد، فولو جول، فولو جول، فولو جول، فولو جول، الفولو امامنا اهو، الاسد اهو، الاسد، الاسد جوميز يسجل في هذه اللقطة ويمر ويسدد. يا ولد يا ولد، بحكي لسه، بحكي وبقول جوميز امامنا هنا سجل رابع اهدافه في هذه البطوله وثاني اهدافه في هذه الليله. مدريد والتعادل، والتعادل، التعادل، التعادل، روعه روعه روعه. يا دوب شهر مع الهلال هنا، السالم كان له خطيره، الله، لقطه ثلاثيه هلاليه يسجل من خلالها الاسد جوميز. نعم، يسجل الهلال في عيد ميلاد عساها 100 عام. هنا سالم كايلو غير متسلل، اوه يا جوميز، عدت ومرت على الطاقم العماني واتى الهلال بالتعادل.
مرة أخرى إلى الجوهرة، خطأ هلالي، يأتي الكرة العالية ومحمد العويس يبعد، خطأ من العويس، الله يرفض أن يكون هدف واحد في يوم ميلاده، لا بد أن يحتفل هو بقدمه برجله، نعم بكل شيء. في فينكو يبحث يمرر بامتياز إلى غوميز، لكن مش كراته، صارت كراته، الله ثلاث أهداف، هاتريك، ثلاث شمعات لغوميز، هذا هدف، هذا أسد، هذا هلال، هذا زعيم، هذا يهاب. جيانيني الأهلي للتعادل يبحث، ولكنه شيء خرافي هذا المساء، طوف، الله، غوميز للرابع، غوميز للرابع للهلال، الهلال عوضا عن مين سنتابع الآن، وهنا لدينا كرة، الله دخل ليحافظ على نتيجة المباراة، لكنهم لم يكونوا يعلموا بأنه دخل ليوسع الفارق، الرابع للهلال، الرابع. واستعادة أمجاد كرة القدم الآسيوية والعودة مرة أخرى إلى فرصة الفوز باللقب الآسيوي الكبير المنتظر، بحكم أن الاتحاد هو النادي السعودي الوحيد الذي توج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة. وابدأ في اللقاء، ياتي الرد، ياتي الرد، ياتي الرد، ياتي الرد، ياتي الرد، لا 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 لا، خطيرة جدا محاولة الهلال في الثانية العرضية الماضية، خطيرة في منطقة الجزاء، محاولة تأتي، القرنية تصدى لمحاولة سالم ويبعد الخطر ويمنع الهلال من الوصول إلى التعديل. يؤدى السعودية للدور الثاني ثلاث مرات، كرة بمحاولة تأتي، خطيرة في منطقة الجزاء، وصلت إلى كاريو، كاريو جول، يسطع نجم البطولات وهلال القارة في الوقت المناسب، يظهر هلال القارة ويأتي التعديل بهدف من طريق الخطأ. تأتي عن طريق سالم الدوسري، تغيير كامل اتجاه اللعب، وصلت إلى كاريو في منطقة الجزاء العرضية، تأتي راسية، حاسم يسجل التقدم لمصلحة الهلال، وفي الليلة الظلماء يشرق نور الهلال، قادمون من أجل لقب الاستعصاء. بدأها سالم في الجهة اليمنى إلى كاريو في منطقة الجزاء، ارتقى سالم، ضرب سالم، سجل سالم، سالم الجزاء راسية إلى خارج أرضية الملعب، كرة محمد كنو، 2-1 نتحدث بعد هذه المحاولة، جوفينكو داخل منطقة الجزاء، جوفينكو يسدد، ملعوبة في الجهات اليمنى، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة خطيرة، وبعدت اللقطة الماضية، وصلت إلى رومارينيو، لمسة داخل منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة البرازيلي، يسدد رومارينيو الى خارج، والحكم يشير بالاستمرارية، لا وجود الله يا سالم، الله عليك يا سالم، الله عليك يا سالم، الله الله يا سالم، سالم الدوسري، سالم المتعة والابداع، سالم الفن، سالم المهارة. الدوري الابطال تكلفة تجاوزت
200 مليون ريال. كرة بمحاولة تأتي لمصلحة نادي الهلال الآن على مشارف المنطقة، تسديدة، خلاص 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 خلاص، جوفينكو الحاسم يعلن عن تأهل الهلال بثالث الأهداف ويسجل لمصلحة الزعيم ثالث الأهداف للهلال، يسجلها الإيطالي جوفينكو ليتقدم الهلال إلى نصف نهائي القارة، ليتقدم الهلال إلى نصف نهائي القارة، ولترتفع الأعلام في مدرجات محيط الرعب لمصلحة الزعيم. كان يضع من خلال السد قدما في المباراة النهائية لمواجهة إما أوراوا ريدز أو فريق اللي هو كوانزو الصيني. خارك إنه لا زالت مستمرة لمصلحة الهلال في جهة اليمنى، البحث عن العرضية الآن، عرضية في داخل منطقة الجزاء، التدخل من شهر أكتوبر الحالي، اليوم إحنا 1 أكتوبر، كرة المحاولة في جهة اليمنى، عرضية في منطقة الجزاء لكن معلق. هو علام في الكرة بعد ذلك على مشارف منطقة الجزاء، خطيرة، تسديدة تأتي، والكرة بعد ذلك إلى حارس المرمى. جوميز في منطقة الجزاء، كرة وصلت إلى سلمان بشكل مثالي جدا، تسديدة تأتي خطيرة للهلال. لنادي السعد بن معرور 30 دقيقة، هنا نشاهد رازفان لوتشيسكو أو يندمج الجيش مع نادي الاتحاد أو مع نادي الإخوة اللي يشكل فريق، كرة محاولة خطيرة بمصلحة نادي الهلال في منطقة الجزاء، ملعوبة ملعوبة، المحاولة أمامية خطيرة جدا لمصلحة جوميز، يسدد إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، كرة بيبا ذنبي جوميز، التسديدة من خارج منطقة نادي الوحدة، تعود في الجانب المقابل، خطيرة خطيرة في منطقة الجزاء، كرة في منطقة الجزاء، في ملعب الذيب يسار الأسد ويسجل، يسجل الهلال جوميز أخيرا أخيرا، يضع كرة ويعلن عن التعديل ويتكفل بأهداف المواجهة، يتكفل بأهداف المواجهة. تبدأ لمصلحة نادي الهلال أمامية، وصلت إلى جوميز، جوميز جوميز جوميز، الله 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 يا سعد، أوه يا سعد، سعد الدسري يتصدى لمحاولة الفرنسي عادل، ركنية ملعوبة لمصلحة الهلال، رأسية تأتي خطيرة، في دائرة المنتخب في مباراة النصر في جهة اليسرى الآن، أمامية تأتي، تمريرة وصلت إلى ياسر الشهراني، عرضية داخل منطقة الجزاء، من جديد جوميز مرة أخرى، بفتح في جوميز يسجل الهدف الثالث للهلال، ويضع قدما في نهائي آسيا، يضع قدما في نهائي آسيا. اللاعب اللي هو تياغو نيفيس سجل البرازيلي هدفا في تلك المواجهة التي انتهت بثلاثية، كرة بمحاولة رأسية، أفضل من أنك تنقل لاعب يلعب في منطقة خطيرة، محاولة الآن في منطقة الجزاء، ملعوبة خطيرة الكرة الماضية لكن تصطدم، تحولت إلى خط مرتدة، وصلت إلى كاريو 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 على مشارف المنطقة، يسدد إلى خارج أرضية الملعب، ركلة على جوميز وكاريو، كرة بمحاولة وتسديدة خطيرة جدا لكن سعد في المكان المناسب. هذه الأهلي اليوم مسجل هدفين أيضا، يصل إلى 9، خطير المحاولة، الشلهوب، رجل التاريخ، رجل الأرقام، الرجل الثابت في مسيرة كرة القدم السعودية، رجل الإنجاز محمد الشلهوب، وبطريقته المعهودة بطريقة الكبار بالقدم اليسرى، الله يا محمد، الله يا محمد، لا 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 لا، كبيرة في حق السد، كبيرة، يمتلك 199 هدف في دوري أبطال آسيا، بحاجة إلى هدف، تلتقي وجها لوجه السد ضيفا على الهلال السعودي هنا في الرياض.
العاصمة السعودية، فريق نادي الهلال نادي القرن في القارة الآسيوية، الذي يبحث عن بطولة غابت عن أحضانه وعن دولابه كثيرا وكثيرا جدا. وصل إلى مرحلة حصد اللقب مرتين في آخر 5 سنوات، ولكن خسر في المرتين. كل أمل ورغبة هذه المرة بعدما فاز ذهابا على السد في قطر 4-1 أن يتأهل اليوم ليواجه الفائز والمتأهل من أوراوا وجوانزو. جماهير نادي الهلال حضرت بأعلام الهلال الزرقاء تؤازر تشجع تساند، كلها أمل وتفاؤل وثقة في أن فريقها سيتأهل. ولكن ماذا عن الزعيم العالمي نادي السد الذي يقود تشافي، الذي سجل 3 أهداف لفريقه عندما كان لاعبا في نفس البطولة في نفس العام، أحد أعظم من لعبوا كرة القدم على مر التاريخ كان برشلونة وباريس سان جيرمان. بعد الخسارة 4 فاز البرشا بالستة، 4-1 مباراة الذهاب. على طول استلام بسيط ثم الكرة العرضية والضربة الرأسية، ولكن راحت في اللحظات الأخيرة. هذه ضربة الجزاء اللي المخرج بيقول إنها ممكن تكون، لكن وضع الإيد كان طبيعي جدا جدا، أو نفس الرصيد 19 هدف. هذه العرضية الهلال كاد أن يسجل، الهلال إيجابي جدا بسرعة بانطلاقة بكرة عرضية، والفرنسي من تاني كاريو دخل لجوه وبسرعة على طول إلى جوفينكو الإيطالي القصير المكير، برافو طارق سلمان، هرب منه كاريو لكن هو عوضها بجوفينكو. طارق سلمان عليه كاريو هيلعب عليه على طول، يعود للخلف وتضيق للمساحات، هو ده الاحترام. ادي الباص الامامي برضو تاني من جديد، تلقى جميله قوي اكرم عفيف يا ولد، ولكن جامده شويه اكرم كانت تتحضر لنام تاهي تفرق كتير. اقصى اليسار ما فيش اوفسايد، هرب ازاي، والله هرب والعرضيه، ولكن انقاذ فرصه، هدف أول. هو برضه هو سالم الدوسري الخطير، ينجح نادي الهلال في إحراز أول أهداف اللقاء ويصعب المهمة تماما على نادي السد. الهلال يتقدم بهدف جميل بعد تمريرة طولية في أقصى اليسار وانطلاقة رائعة لياسر الشهراني. لقاء العودة في نصف النهائي، جوفينكو من تاني يعدي ويمر، ولكن على طول سعد أي استفاقة، اختراق وانطلاق، فتحوا الشوارع وانفوق، ولكن حارس المرمى على طول. جوفينكو احذروا راقبوا، نعم قصير مكير، احذر كل من اقترب من الأرض. عملها جوميز، عملها الأسد الفرنسي، ويسجل الهدف الثاني ويزيد المباراة قسوة على زعيم كرة القدم القطرية وفرحة للزعيم السعودي، ولكنها قسوة وأكثر وأكثر على المشاهدين. الفرحان تعبان من فرحته، والخسران زعلان من خسارته. مباراة بكل ألوان الطيف، يا لطيف اتعملت حلوة قوي الحقيقة من جوفينكو في ظهر طارق سلمان وراس الحربة، هداف البطولة بعشرة أهداف. جوميز يقابلها حسب الميعاد بدون تسلل، لازم اللاعب يكون عارف تصويبة بعيدة إلى ضربة المرمى. محمد البريك ده ولا مين؟ جمهور الهلال يؤازر فريقه ويشجع بشكل جميل وشكل محترم وبزي رائع، حاجات كلها جميلة جدا جدا نسعد بها في ملاعبنا العربية كلها، وجميل الحب، جميل الانتماء، جميل العشق. تاني يبدو أنها ستكون على طريق ضربة الجزاء، اللحظات الأخيرة، لو سجل مبروك للزعيم، لو ضاعت مبروك لزعيم كرة القدم السعودية. نعم طايهي، ولكن عبد الله معيوف يسيطر وينقذ الموقف تماما. ضاعت الفرصة يا زعيم، لكن لم تضع هبتك، لم تضع مكانتك، لم يضع قدرك. الزعيم وصل وزعيم خرج، لقاء الزعامة في قمة الزعامة. قدم السد مباراة كبيرة تليق بقيمته، بهبته، بإمكاناته، بقدراته، وقدم نادي الهلال أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل خالد القحطاني، شكرا لضيفيك الكريمين هنا من محيط الرعب تحديدا في الرياض. نهائي دوري أبطال آسيا مرحلة الذهاب، الهلال في المحاولة الثالثة، واحنا نقول الثالثة ثابتة، ويا رب انها تكمل مع الهلال امام أوراوا يواجهه للمرة الثانية بعد 2017. لكننا هنا
في شكل جديد، في ثوب جديد أمام نادي أوراوا. الهلال في هذا الملعب مع هذه القوة الضاربة الزرقاء، أعتقد بأنه أمر سيكون مختلف تماما في ملعب الجامعة الملك سعود التي تتسع ل25,000 متفرج. أجواء مجنونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ما بين الجماهير اليابانية القليلة الموجودة والجماهير الهلالية، جوفينكو، غوميز، كاريلو، وكذلك يانكسو، أسماء جديدة في الهلال. مباراة اليوم، مباراة اليوم تبدأ الآن، تبدأ الآن، تبدأ الآن. يمر ولا ما يمر؟ يمر، يمر ياسر علي على القام الثاني، وصلت إلى فوكوشيما الفرنسية بآسيا. الكرة جوفينكو، الله، على الكرة الماضية، لعبت بصورة ممتازة، صدت في الدفاع، تحولت بعد ذلك. هذه خطرة، هذه خطرة، يحاول فابريسيو، لكن البلاهي، شوف، من فرصة واحدة، من كرة واحدة الفريق الياباني كاد لجوفينكو. ما فيه شيء، ما فيه شيء، يلا يلا فابريسيو، هذا فابريسيو، هذا البرازيلي يحاول المرور من البريك، يسدد لكنها تصل إلى عبد الله عطيف. كرة أمامية ناحية كاريلو، السلام موجود، يسدد كيفما جاءت. بالنسبة لي غوميز بدأ يطلع، شوف، يلعب الكرة العرضية الآن. الكرة هنا مطالبة ربما بشيء، لكن الكرة الماضية هنا لدينا، الكرة التي أبعدها عن البلاهي سليمة. سالم، يا سالم، سالم، كرة عالية، غوميز تمر، كاريلو يحاول، والكرة مبعدة، ركلة زاوية. هذا مين؟ هذا مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار عن طريق سكيني، يحاول يمر، يلعب الكرة العرضية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية لمصلحة الفريق الياباني. الدوسري، لعيب لعيب لعيب، لا 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 لا، شلون ضاعت، شلون ضاعت يا إيطالي؟ لا تخليني أكره إيطاليا، لا تخليني أكره إيطاليا يا جوفينكو، لا تخليني أكره إيطاليا. كرة في اللقطة الماضية، يا أخي ياسر شلون فوتها، يا أخي ياسر. يحاول المرور، يمر، يعدي، لازالت لديه الكرة عند البيروفي، 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 كرات لا تترجم، كرة لدينا، الله 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 الله، يا على الكرة الماضية، رأسية من كاريلو، حاول معها البلاهي، فوكوشيما لمسها. 1-0 في مرمى اليابانيين، وهذا هو، لكنه غوميز إلى خارج أرضية، تدخل موجود، خذها، خذها، راح، خذها، راح في داخل منطقة الجزاء، جوفينكو، لا 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 لا، الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة الهلال. جوفينكو، لا يجوز ما تفعل يا جوفينكو. سلمان يسدد، والكرة مبعدة. لا تكرهني في البيتزا، لا تكرهني في المكرونة يا جوفينكو، لكنها لا تصل. هنا لدينا عبد الله عطيف إلى سالم، يلعب الكرة العرضية، لكنها سوف الجهة اليمنى عرضية، تصطاد، مطالبة بركلة جزاء، حكم لقاء يأمر بالاستمرارية. البريك، تنقل أمامية، كاريلو ينزلها لمين؟ أبعاد، ما فيها شيء، غريب، أنت أخطر مكان، كرة تلعب خارة، خروج خاطئ، يا المعيوف وين رايح؟ وين رايح يا المعيوف؟ الكرة الماضية بعيدة، شوف الضغط الموجود، عادت إلى حارسي المرمى، وغوميز دخل فيه وأنهى ربما مستقبله في هذه الكرة مع نهاية أحداث. سلمان يمرر، جوفينكو، جوفينكو في لحظة خلصت المباراة، ينتهي الشوط اللقاء الأول بسيادة، سيادة هلالية، نعم، وفرص كثيرة ضايعة للهلال لم تستغل، خصوصا من الإيطالي. هنا الشوط اللقاء الثاني يوشك على الانطلاق، الهلال في الجهة اليمنى، وأوراوا ريد دايموندز في الجهة اليسرى عبر قنوات الكاسي الرياضية. شوط أول بالتعادل السلبي،
بإضاعة العديد من الفرص بالنسبة للهلال. شكلها كرة، هذا جوفينكو يلعبها، جوفينكو خلني أحب إيطاليا، خلني أحب إيطاليا، ما أحب يطالبون بركلة جزاء. تسديدة تأتي بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، مطالبة بركلة جزاء لمصلحة الهلال. سلمان جوفينكو سالم، الله يا سالم، يا كرة المباراة، كرة في الجهة اليمنى، هذه سجل الهلال بعد مرور ساعة صمت يا يابان، ساعة صمت، قلت لك هي، أعرف البريك، الله يا متعة الكروس، يا راسك يا كايلو، وضعها من الأولى، من محاولة الأولى. اتعلم يا جوفينكو، غير سالم، لكن الكرة عادت، محاولة سلمان في الجهة اليسرى، يلعب الكرة العرضية لجوميز، جوفينكو يسدد لكنها تصد في دفاعات أوراوا، طالت وتشمخت يا كاساسي، طالت وتشمخت يا دوري أبطال آسيا، عاد خلص، ما عاد فيها، ما عاد يصبر الهلال. الله لا يزعلكم ان شاء الله. يحولها ممتازة جوفينكو يسدد، تصطد، انطر عطا روح، سجل، جول، الله، لا 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 لا، تسلل على كاميلو. شوف جوميز، خلص يا جوميز، لا والله سليمة يا أمير يا داود، الله يهديك يا سلي عبد الله. عطيف جوفينكو يسدد، جوفينكو يتمركز في طريقة جميلة للغاية. جاكو، لكن خلينا مع البريك، يسدد بعيدة، لدينا كرة عرضية هنا، محاولة جوفينكو يسدد بعيدة، جوميز إلى سالم يلعبها في خارج أرضية الملعب. بالرقم 24 في تشكيلة الهلال في عملية افتكاك الكرة، حيوية في وسط الملعب، هذا ما جوميز يحولها سالم نواف، وحده الله على كرة نواف، المهم صار، سجل الهلال ولم يسجل في مرماه، وصافرة علي صباح نعم تعلن بأن الهلال ينتصر في الشوط الأول. عطيف مشروع مرتدة، كاريو على الجهة اليمنى، واحدة 4-4 يا هلال، انطلاقة لكاريو في الجهة اليمنى، كاريو حاول يمر، كاريو مر معك سلمان مع كرة، معك تمريرة، معك هلال، واحد في سماها، هلال واحد في أرضها، نادي واحد، الله يا زعيم، تيكي تاكا عالمية، تصعد بالهلال للعالمية، سالم يا عيني سالم التورنيدو سالم، أي تمريرات، أي كرة قدم، أي مهارات، أي لعبة، واحدة من كاري يعطيها لسلمان، أعطيها القائد، وينك يا سلمان، وبعد ذلك جوفينكو جاء من ورا سالم، الله، تيكي تاكا عالمية، تقود الهلال للعالمية، الهلال أصبح قريبا
جدا. قريبين يا سعمام، قريبين يا سعمام، في يوم كبير يقترب الهلال من البطولة الآسيوية. الهلال يتقدم بهدف كنا ننتظره بصراحة، كنا ننتظره، والأعصاب واللاعبين والمعاناة، لكن سجل الهلال بطريقة بكيفية كما لو كانوا يلعبون على الشاطئ. نعم، كما لو كانوا في كوباكابانا. أي رجال أنتم، أي مهارات تملكوها، أي تعود الكرة بعد ذلك لمصات المعيوف. تبوي يلعبوا كرتكم يا شباب، استمتعوا يا شباب، هذه كرتكم، هذا زمانكم يا شباب، هذه ألعابكم يا شباب، هذه بطولتكم يا رجال. العبوا واستمتعوا وعيشوا أفضل أجواءكم، وركزوا بعد ذلك على البطولات القادمة. يا جوميز، تمريرة لكاريو الثاني، خلصوها كاريو. يا هلال، عالمي 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 يا هلال، عالمي عالمي يا زعيم، عالمي. مبروك يا زعيم، مبروك يا هلال، مبروك يا وطن. الهلال يذهب إلى كأس العالم للأندية. الهلال ينهي صبر السنين. الهلال يعود إليه الحنين. الهلال أصبح قريب، الحلم يتحقق. نستقبله بالدموع، مع جوميز بالدموع. الهلال يرتقي فوق الجميع. الهلال يفوز بدوري أبطال آسيا، رغما عن الظروف، ورغما عن مشاكل كثيرة، ورغما عن تحكيم. الهلال لا مثيل له في آسيا. هلال واحد في السماء، هلال واحد على الأرض، هلال واحد لا يقهر، هلال تاريخ، هلال الأمجاد. يسجل أفضليته في مباراة الذهاب والإياب، قلت في 2014، وقلت للجمهور الهلالي تعطون الآسيوية زخم أكثر من اللازم، يمكن أن تفوزوا اليابانية عن طريق القائد. يلعب الكرة كوروكي، وترجع للهلال، والكونتر يا هلال، يمسك الريو وحده، كالريو اخر جهد ومجهود يا كالريو. برافو يا البيروبي، امشي يا البيروبي، حط الكرة، حط الكرة سلمان، يلعب الكرة جوفيكو، جول! الله الله على موج ازرق. الهلال بطلك يا اسيا، الهلال بطلك يا اسيا. سالم الدوس، صار جوفيكو جول واحد بلاش. الافراح لتنطلق هناك في الرياض، عشاق الهلال. مبروك البطولة، مبروك البطولة يا بيلا تشاو، بيلا تشاو، بيلا تشاو، باي باي ساموراي. واحد بلاش يا سالم، 1-0 يا سالم. رفعت خلاص الأقلام، القلم يكتب الآن. الهلال بطل آسيا، حكاية زعيم ولد ليتصدر. أنت عالمي يا كاريو، أنت طلياني ميكيافيلي يا جوفينكو، أنت قلاص يا ابن السعودية. 1-0 خلاص، 1-0. رجع الحق إلى أصحابه، وكتب التاريخ فوزا يا لوتشيسكو. الهلال بطل آسيا عند الساعة 2:33 ظهرا، سيحفظ كل طريق الكوري أو قلب الدفاع. عبد الله الوافد الجديد بعد إصابة البريك، حذاري يا معيوف ما تضيعش الربحة، البطولة خلاص، ولكن الربحة نريدها بانتصار، نريد الكاس بكامل استحقاقية. يلعب الكوري، حاط الكورة جوميز، جوميز عودها له، يعرف كاريو، جاء الثاني، الثاني 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 من جوميز. الوحش يفترس السوشي الياباني، الوحش يفترس السوشي الياباني. 3 بلاش سيناريو احسن منه ما فماش. الوحش يفترس، الجوميز المفترس يفترس السوشي الياباني. هنا في سايتاما فماش كلام. قلت لكم ان الشوط الثاني هو شوط الهلال، وهكذا يثبت وتثبت منامة الهلال. 1-2 جوميز، وركور بالنسبة لجوميز، اول لاعب اوروبي يسجل
في الفاينل الاسيوي للهلال. شوف الروح، هذا لعبه في مارسيليا، هذا كان قناص جالاتا سراي بابا تركي، هذا كان ايضا من اسياد الوال والوام، هذا احترف في البريمير ليج في سوانزي. شوف كيف يفرح بهذا الهدف وبهكذا بطوله. انها روح الهلال يا ساده، انها روح الهلال يا ساده. اثنين بلاش، الرقصه الوحشه التخويفه، خوفهم خوفهم يا مفترس. خوف البديل اللي هو كاتشيواغي، وبعدت الكره في الجانب المقابل، عادت مرتده، وصلت الى كاريو يبحث عن التقدم. 4-4 يا كاريو، 4-3 يا كاريو. لمسه الى سلمان، سلمان الى من؟ الى جوفينكو. هي 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 هو. الله الله يا هلال، ما بقى غير المحال. خطك الواضح وصل، والكمال احلى كمال. خلاص خلاص خلاص، العالمية جبتها بيدي، جبتها بيدي، العالمية جبتها بيدي، جبتها بيدي. خلصها سالم، حسمها سالم، انهاها سالم. جعلك تسلم يا سالم، جعلك تسلم يا سالم. راحت راحت ورجعت، راحت راحت ورجعت. خلاص خلاص، هي من سلمان الى سالم. لا 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 لا. العالم، الهلال بطلا لآسيا، الهلال بطلا لآسيا بأقدام سالم الدوسري. يتقدم الهلال، سجل اول اهداف اللقاء. نزول الى ارضية الملعب خلال اللحظات القليلة المتبقية من احداث هذه المواجهة. حتى المعيوف، حتى المعيوف صار عنده نفس انه يلعب في المقدمة ويبدع ويتألق في اللقطة الماضية بفاصل مهاري، ينجح من خلاله في مراوغة لاعبي اوراوا لتعود المحاولة عند جوميز. وصلت الى كاريو، لقطة ختام، مسكوا الختام، مسكوا الختام، مسكوا الختام، مسكوا الختام. خلاص خلاص خلاص، اسيا يتبدل لونها من الاصفر الى الازرق. اسيا يتبدل اسمها الى الهلال. اسيا وسماؤها الزرقاء وبحارها الزرقاء لونها الازرق. رضخت اخيرا، ترضخ اخيرا، الذهب يرضخ للهلال، المنصة تستجيب للهلال. حسمها جوميز، يا الزعر الاسد في ملعب سايتاما ليعلن التتويج الرسمي، يا الزعر الاسد في ملعب سايتاما ليعلن التتويج الرسمي. خلص جوميز، انطلق كاريو. يا هلالي، يا هلالي، يا هلالي. لا 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 يا آسيا، إلا هذه المرة، إلا هذه المرة. سيطمة، لا زعيم إلا هلال، لا زعيم إلا هلال. الهلال يحقق الآسيوية، الاسي الشامبيونز ليج 2019. غادرت بطولة ونفتتح مع بطولة أخرى. اليوم آسيا تتكلم سعودي وتتكلم هلالي في انتظار الدورات القادمة. كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكل الزملاء الذين تداولوا على التعليق والتقديم مبكرا، وعلى قيلولة مريحة، وعلى أمسية سعيدة، وعلى سهرة احتفالية أنهي تعليقي من ساعتين وربع ساعة رافقت فيها هلالكم ورافقنا فيها هلالنا نحو المجد في تغطية أهم البطولات في القارة الصفراء. فرصة هلال، مبروك يا زعيم. والشكر ايضا موصول لك زميلي عصام الشوالي، كنت قد رافقتنا في هذا الموسم الطويل والذي كلل بهذا الجمال الازرق بتتويج نادي الهلال باللقب الثالث
في تاريخه. جوميز أفضل هداف في البطولة، جوميز أفضل لاعب في البطولة، الهلال بطل للمرة الثالثة في تاريخه، بطلا لدوري أبطال آسيا، والأجمل المنظر الذي كان برفع الشلهوب بكأس دوري أبطال آسيا. أضيف بصفة شخصية للكابتن محمد الشلهوب، كيف دائما في عرف بالرياضة كيف ليس المهم كيف تبدأ ولكن كيف تنتهي، ويستحق هذا الرجل أن اليوم يكرم ويشيل كأس البطولة بما يمتاز من على مستوى فني على مستوى أخلاقي، لعب في أكبر الأندية وهو نادي الهلال السعودي، فيختم حياته بهذا التتويج. كل الشكر له، يضرب مثل لنا وللاعبين القادمين أن يكون هذا اللاعب كيف يكون متواجد في دكة الاحتياط، وهو له تاريخ كبير في النادي على مستوى الكرة السعودية في المنتخب وفي الهلال. ألف مبروك للهلال، وأنا أعتقد أن يستحق نادي الهلال اليوم وهو أن يفرح وينبسط ويسعدنا إحنا. السلام على رسول الله. أمس كانت مناسبة جميلة على شاشة الخليج كلها، أمس كان نهائي أبطال آسيا، كان بين نادي الهلال السعودي وراه الياباني، وفاز نادي الهلال السعودي ببطولة آسيا. الهلال هو زعيم آسيا. عندنا بالمناسبة هذه راح نقدم شيء مناسبة فوز نادي الهلال، راح نقدم شيء لكل طالب، كل طالب في المدرسة، كل طالب في المدرسة راح ياخذ شيء. الشيء هذا اسمه شيء نادي الهلال، يشتري فيه في المرصف باللي يدري القيمة موجودة بالشيء. متشكرين أوي ونعرفش منكم، مبروك يا زعيم والقطر آسيا. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ما شاء الله عليهم، برفعوا راسنا دائما ولكن دائما بوقفوا قلبنا، مصرين يخلونا للاخير دائما بعديها نفرح. مبروك الفوز الهلال اليوم، وحط الهلال هيك القدم الاولى، وان شاء الله بالاياب بالفوز بالكاس اسيا للهلال. هذه مباراه مفصليه، يعني لا تفل القسم على اثنين. الشوط الاول بصراحه كنا على اعصاب متوترين، بس طمنت الشباب قلت الشوط الثاني النتيجه باذن الله لنا. ما ضيعوا تعب الجماهير، ما ضيعوا تعب المدير الفني، انتهينا شوط اول، ظل علينا شوط ثاني. إن شاء الله باليابان نروح في الكأس ونرفع الكأس اللي طولنا ولازم استحقناه من زمان. فوز مستحق للزعيم، نتيجة 1-0 نتيجة قوية، أهم شيء ما جاء قرع الهلال، هذا أهم شيء. نتيجة 1-0 أفضل من 2-1. منبارك لكل الشقردية هذا الفوز اللي مش غريب، الفوز كان مستحق جدا، إن شاء الله نكملها بالإياب. احتفالات احتفالات لنادي الهلال هنا في سلطنة عمان، إنه زعيم آسيا، إنه ملك آسيا، إنه الهلال يا سادة، إنه الزعيم يا سادة، عاد وبقوة من جديد، عاد إلى مكانه الأصلي. ما تشوفون مشاهدينا متابعينا الكرام، فرحة نجوم نادي الهلال بعد وصولهم لأراضي المملكة وتحقيق البطولة الآسيوية، نبارك لهم ألف ألف مبروك لأبطال نجوم الزعيم.
وإنجاز لكم خاصة طبعا. وأنا أبيكم وأنا معكم نشكر الجميع اللي هنا الأبطال اللي حققوا الكأس لنا وجابوه الجميع. شكرا شكرا صراحة الجميع، لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، شكرا لكم. شكرا علاقتكم هذه اللي أنتم معنا واقفين فيها زادتنا لفوق، وبالعكس ما خيبنا ظننا فيها ورجعنا بالكأس، يعني رجعنا بالكأس. وهذه البطولة أكبر بطولة في آسيا وأهم بطولة لجمهور نادي الهلال، اللي صعبت عشان تجي الحمد لله بهذول الأبطال تحققت اليوم وإحنا مجتمعين وهذا الكأس موجود معنا وإنتوا تستاهلون. واحد اثنين ثلاثة جمهورك وراك فرار الهلال بصة 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 أجمل من هالمقدمة، أحسن من كلام نقوله اليوم.